مساء الخير عليكم، من حلقة جديدة من مطبخ لتال ومامتها. النهاردة معانا أكلة بط محشي بالخلطة، بالرز بالخلطة، وإيه كمان؟ والكبد والقوانص، وإيه وعملنا جنبه إيه؟ فتت فتة إيه؟ رقاق من المنصورة. تبع إيه؟ منصورة المنصورة. كانوا بيعملوا فتة عيش. أنا قلت أهوت هوريكم عشان انت جوه الفيديو انا ما فتحتهاش. شيلي يا رتال طبق الفته كده بتاع الرز، شيلي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا البطه، التحمير ده يا جماعه محواش من انا ما حمرتهاش بعدها على فرن ولا حاجه، دي التشويحه اللي انا اديتها لها من الاول. بصوا بقى، عايزه اوريكم المنظر ده. بطه ما شاء الله تحفه مستويه. بصوا بقى الرز، عايزه اوريكم عامل ايه، تحفه بجد. روان عامل ايه يا روان؟ شايفين الرز اهو ومش معجن اهو، حبيت اوريه لكم عشان اديته تشويحه الاول مع بعضه. شايفين؟ ومش عايزه تدوق ايه، انت اللي هتقولي رايك بقى. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. سخن، خلي بالك بيطلع دخان. شايفين الرز؟ البطه ما شاء الله ما شاء الله مستويه جدا. عاوزه من اللي في صدقه؟ اتفضلي. شوفي ايدك يا مامي. جميل اهو، هاتي في صدقه. يلا يا رتال هنا، قربي يا لولو، قربي يا لولو. يلا اهي، دوق البط يا فستق، ما شاء الله بالهنا والشفا يا فستق. وعايزه اقول لكم شوفوا الفيديو، الفيديو جميل. انا عملت معاه فتة رقاق بتاعتنا، احنا متعلمين انا من المنصوره برقاق مش بعزه بتاعت مصر. هنزل لكم طريقتها في حلقه تانية، وهنزل الرقاق باللحمه المفرومه في حلقه تانية. ويلا عشان ما اطولش عليكم نبدا مع بعض، ونقول بسم الله الرحمن، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونسمي ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. انا هقول المقادير بتاعه الطبخه اللي معانا كده سريع سريع عشان ما اطولش عليكم، وفي حاجات انا عملتها واختصرت الوقت. احنا هنعمل بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله ولا اله الا الله والله اكبر. البطه الحلوه دي مش بالله ما شاء الله، انا اول مره اعمل بطه على القناه عندي. بصوا بسم الله ما شاء الله، بطه بلدي حلوه جدا وحجمها ما شاء الله كويس. طبعا غسلتها كويس جدا ونضفتها، يعني مش عايزه اقول لكم، اتنقعت بخل وليمون وملح ودقيق وكل حاجه الحمد لله. هعملها النهارده محشيه بالرز بالخلطه بالبهارات. طبعا طالما في بط الاول كده، علشان ايه يعني معانا رقاق ناشف، يعني هعمل صينيه رقاق باللحمه المفرومه. تمام كده، انا معايا اهوت لحمه مفرومه عسقتها. انا استخدمت يعني استعجلت وعملتها كده على اساس اقلل الوقت. طبعا معروفه هنعمل بصلايه حلوه على قد كده كميه اللحمه، تكتري او تقللي البصلايه. اول ما شويه زيت ومعلقه سمنه او حسب الماده الدهنيه اللي هتحطيها، هتنزلي باللحمه عليهم بعد ما البصله تبدا تصفر كده. تمام، تلف مع بعضيها، غطيها عشان عرقها يبقى مع بعضه، وتضيفي لها البهارات والملح اخر حاجه. ده اللحمه المعصجه اللي ما عملهاش قبل كده. ومعايا الكبده والقناصه والقلب اهوت بتوع البطايه اهو، بسم الله ما شاء الله يعني حجمهم كويس جدا. ومعايا بصله مبشوره او مفرومه حسب ما تعملوها، بصله كبيره حلوه كده، دي بصله ونص. ومعايا طماطميه مبشوره وثلاث فصوص ثوم. والبهارات هقولها وانا بعمل علشان ما تتلخبطوش والحاجات تبقى كتير. بصوا يا حبايبي، ده كوبايه ونص رز على قد البطي انا بعملها، يعني ما بتزيدش عن كوبايه ونص رز. والبهارات هنقولها مع بعض. طيب اول حاجه الطماطمايه والثلاث فصوص توم دول اهم قدامكم كده، هاخد الثلاث فصوص توم اهو بسم الله الرحمن الرحيم، وادي الطماطمايه المبشوره، وهاخد عليهم معلقه صغيره كده بصل مش كبيره اهو، وهبدا انزل عليهم بشويه فلفل اسود وشويه بهارات وكمون وحبهان وكل حاجه. خد بس حاجات بسيطه، بصوا اهو ادي حبهان مطحون طبعا، وهحط شويه سماق صغيرين جدا مش كتير اهو، برضو بيفرقوا في الطعم. وهحط فلفل اسود وكمون عليهم، ادي الفلفل الاسود طبعا، دي انا هدهن بيها البطه من جوه كده وايه واظبطها. ادي شويه فلفل اسود طبعا، رشه مش كبيره، حجم الحاجات مش كتير.
وادي شويه كمون. البهارات دي شوفي زي ما انت عايزه تضيفي فيها، ضيفي دي زي المرته كده عشان نحطها جوه البطه من جوه تتغلغل فيها وطعمها يبقى حلو. طبعا البطه هتتقفل وهتتحشي. تمام كده، هحط لها كمان شويه ملح على قدها بس كده، طبعا ده مش حدق البطه لكن هحط شويه ملح للخلطه دي او للمرته زي ما كل واحد بيسمها اسم. اهو مش كتير، اهو نص معلقه. وهحط لها شويه بابريكا. اطلعي بره بره يا فستق. ادي رشه بابريكا اهي مش كتير، تطعيم بس كده عشان ده هتبقى جوه البطه. وادي شويه بهار مشكل، واللي عايز يحط شطه يا جماعه يحط حبه صغيرين كده، انا مش هزود، نطره بسيطه جدا اهو يعني على بوز طرف طرف المعلقه الصغيره. وهقلبها بقى كده على بعضها معاكم اهو. كده الخلطه اهي، انا بس هدهنها جوه البطه نفسها كده من جوه معاكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها من جوه، انا عايزه احط الخلطه كده فيها كلها اهو. ولو عندك فراغ في البطه برضو اهو دخلتها كده. انا بصراحه مش عايزه اعمل فراغ في الحته بتاعت الصدر بتاعها عشان تبقى متماسكه معايا، لان انا هحشيها وهسلقها مش هشويها في الفرن اهو. ما شاء الله كده كلها اهي خلاص. تمام، كده بقى هسيبها بقى مع بعضها. انا مش هحط بره عشان انا عايزه الشوربه، هي من جوه بس مش هضيف اي اضافات. طبعا هي مش تطلع جوه الشوربه لان انا هقفلها. كده بقى نبدا مع بعض. الاول هنعمل الكبد والقوانص، هدوهم سلقه كده الاول وارمي ميتهم قبل ما لخبطهم على الرز. ادي كاسرولة اهي صغيرة، انا بحب اديهم غلوة وارميها قبل ما اضيفهم بعد كده واشوحهم على اساس الزفارة، لو في اي زفارة كده انا هضيف عليهم مية واغليهم على النار. كده احنا اتنقلنا اهوت على البوتاجاز اهي. ادي القوانص القنصة والكبدة والقلب، ولعت عليهم مية سخنة، هي يعني داخلة على غليان اصلا. وادي حله تانية حطيتها على البوتاجاز هعمل فيها الرز اللي هنحشيه وهيتضاف عليه الكبد والقوانص. الماده الدهنيه دي بتاعتك، بس انا هحط سمنه، سمنه بلدي، حتى الشوربه بعد ما تغلي واخدها هحط لها معلقه سمنه، بتدي لها طعم حلو جدا. هحط لها معلقه سمنه قبل ما اضيفها على الرقاق. هبدا دلوقتي اهو نزلت ببصلاية اهو، وهحط معلقتين زيت خفاف كده بس. طبعا انا ولعت عليها البوتاجاز. البهارات هقولها معاكم واحنا بنعمل عشان ما اطولش عليكم الفيديو. كده البصلة اهي بدأت تصفر، انا مش عايزاها تحمر. هنزل عليها الاول كده نطرة قرفة، ده اختياري بس صدقوني بتخليها طعمها يجنن ومش بتبان زي ما انتم متخيلين. وادي شوية بهار مشكل خفاف، حاجات يعني حاجات بسيطة مش كتير، ما تحطوش كميات. وهو على طرف المعلقة برضو تحط شوية كركم خفاف كده مش كتير عشان احنا مش عايزين نغير لون الرز، يعني ان هو يبقى اصفر لا هو يبقى يعني محمر كده رز بالخلطة. وادي اهو شويه بابريكا، وهحط له شويه كزبره ناشفه اهو، كزبره نطره بسيطه كده، وشويه فلفل اسود هناك في الشقه في الشاحن عند الكمبيوتر يا لولو، نطره فلفل اسود. واخر حاجه هضيفها شويه كمون صغيرين جدا
اهو بس كده حلو قوي كده. حطينا البهارات بتاعتنا، الملح هحطه بس مش دلوقتي. تمام، هقلبهم بقى كده مع بعض، ياخدوا ويدوا كده. مش عايزه اقول لكم قبل ما يتقلبوا الريحه طالعه يعني صعبه، حلوه جدا منتهى الجمال بسم الله ما شاء الله. طبعا الكبده والقنصه والقلب بيغلوا جنبي اهو، انا عايزاهم يغلوا شويه اهو كده. تمام، هبدا انزل عليهم بقى بالرز اللي عندي، كوبايه ونص مغسوله وصفيتها اهو كده. هنقلب كده شويه بشويه، عاوزه طبعا الخلطه تبقى فيهم كلهم. هو عيار البطايه حسب حجمها، لكن انا عملت الحجم ده قبل كده بياخد كوبايه ونص رز اهو. هقلبها كده، هفضل اقلبها كده دقيقتين حلوين كاملين كده عشان كلها تتشبع بنفس الطعم البهارات اللي انا حطيتها فيها قبل ما نزودها ميه. انا طبعا الكاتل شغال بيسخن ميه، كل اضافات الميه يا جماعه حاولوا تخليها ميه سخنه. طيب اللي هيقول لي انت ليه بتعمليه كده، ما بتحطيش عليه شويه ميه عشان ياخد نص سوا؟ الحركه دي تحميص الرز مع البهارات والبصله والاضافات اللي احنا حطيناها. الرز هيطلع من جوه البطه ان شاء الله بتلاقوه مفلفل مش معجن وكده، لا يطلع شكله كده يفتح النفس وتحفه وجميل. الخطوه دي بتخليه حلو وفي نفس الوقت هو كده بياخد سوا، بس بيبقى الواحده بوحدتها ومفرفط وجميل يا جماعه كده. خلاص هبدا بقى انزل عليه. طبعا الميه بتاعته هتبقى قليله مش زي عقد الرز اللي احنا بنحطه، اقل، انا مش عايزاه يستوي اخر حاجه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو حلو كده قوي. طبعا انا ما ضفتش الملح، هبدا بقى اضيف له شويه ملح على قده. طبعا العقد بتاع الملح ده بتاعنا احنا يا جماعه، بتاع الست اللي بتطبخ تبقى عارفه اللي عندها ياخد ملح قد ايه حسب الكميه يعني. تمام، هغطيه بقى شويه على ما الكبده كمان غلت اهيت، هرمي الميه بتاعتها وشوف هنعمل فيها ايه مع بعض كده. خلاص غطيتها، بصوا بقى الكبده بتغلي اهي هي والانثى. انا كده هكب الميه بتاعتها هدلقها، ادي نفس الطاسه تانية اهي الكاسرولة انا شطفتها، وهنزل عليها بقى هدي النار الاول. معايا فصين توم اهو، هفرمهم. فصين توم طبعا النار هاديه يعني اكنها مش شغاله، هنزل عليهم بصوا حاجه بسيطه جدا مش هتكمل ربع معلقه سمنه. انا بس هدوم تطعيمه كده عشان طعمهم يبقى حلو بفصين التوم كده اهو، عشان اغير طعمهم قبل ما احطهم على الرز. اهو يا دوبك التوم سخن اهوت، بدا يسخن. طبعا دولت اهوت الكبده والقناصه والقلب، طبعا صفيت ميتهم مش هطفتهم تاني وصفيتهم اهو، ينزلوا معاهم بس كده طعم الزبده او السمنه اللي هتحطيها اهو. طبعا مش هحط بهارات لان الرز فيه كل البهارات والبطه كمان من جوه فيها بهارات، بس انا هديهم تشويحه كده بربع معلقه السمنه او الزبده اللي هتحطيها وفصين اتنين توم، بجد هيفرقوا في طعمهم. على نار هاديه اهو، هنشوف بقى مع بعض الرز بتاعنا عمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو ما شاء الله. هو بدا ينشف بس طبعا مش مستوي خالص لسه، لسه ما نشفش كمان في شويه.
اهو باين عليه الحبوب بتاعته ناشفه شويه، مبيضه هي يعني ما استوتش. تمام، ادي الرز بتاعنا اهو، طفيت عليه زي ما قلت لكم. خلاص كده هو مش هيستوي قوي، انا مش عايزاه يستوي قوي اهو. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده اهوت، ادي القنصه والكبده والقلب اهو ضفتهم عليه زي الفل، وادي نص بصله صغيره كنت شايلاه، انا عاوزه كده طعمه يبقى صحيح، في اما يستوي هيبقى طعم حلو قوي فارق معاه. هقلبه بقى كله على بعضه كده اهو، ما شاء الله شايفين شكله بقى جميل جدا اهو، حلو جدا. هبدا بقى اجيب البطه بتاعتي كده، انا اشفها بالمناديل، اشيل اللي بره ده ونحشيها. هبدا انشف اشيل الحاجات، على فكره انا نشفتها برضو في الاول قبل ما احط لها الخلطه اللي جوه دي، انا نشفتها اهو، هنشفها وهنشف الصينيه اللي هي عليها كمان. طبعا انا بنشفها كده علشان انا محتاجه الشوربه، هعمل بيها رقاق وهعمل بيها حاجه تانية. هبدا كده اقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو، هبدا احشي البطه. انا هحط كميه الاول كده وبعدين هدخلها جوه بقى خالص كده اهو بايديا زي ما انتوا شايفين، وهحشيها. عايزه اقول لكم كمان ان انا في عندي فراغات بين الفخاد وبعضها، الصدر ما فيهوش فراغات من فوق، لكن بصوا اهي برضه هنحشيها. حبيت اوريها لكم كمان اهي كده، هتخش جوه البطه كمان زي الحمام كده اهو. شايفين الرز راح فين اهو جوه خالص. لسه طبعا هحشي الرقبه والزور كده، برضو هحشي الزور. شوفوا كمية الرز بسم الله ما شاء الله، هي على قدها، هي بتاخد كوباية ونص رز. طبعا الرز هو تواصل، هزود بس شوية هنا كده، حبيت برضو تشوفوها. ادي اهو شايفين بسم الله ما شاء الله الرز كله خلص والبطة اخدته كله، هنقفلها مع بعض كده اهو. ابره وفتله انا بداتها الاول كده، معرفتش اخيط بكوانتي على فكره، يعني بصوا سهله اهي ما تستطعبهاش اهي. بصوا الابره اهي، ابره وخيط اهو، بسم الله ما شاء الله اهو، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. شايفين اهو هكملها قفل للاخر اهو يا بنات، اكننا بنخيط اي حاجه اهو، ونعمل لها عقده في الاخر كده. خلاص انا خيطت اهو البطن كلها كده اتخيطت، هبدا اقصها واشتغل في الزور كده اهي. بسم الله ما شاء الله اتخيطت كلها اهيت واتقفلت، بصوا ما شاء الله يا بنات سهله وبسيطه. انا قعدت على الكرسي وخدت الصينيه على رجلي كده اهو، بصوا ما شاء الله متقفله كلها من تحت ومن فوق، شايفين اهوت. اما دول بقى اهم، امسكهم لي كده يا رتال عشان اربطهم، ضميهم على بعض سهلة وبسيطة اهمت. دم يا ريتال اهو اهو، وهربطهم كده بقى. نروح مع بعض على البوتاجاز كده، رحنا على البوتاجاز، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط معلقة سمنة اهو، وهنزل عليهم بفصين مستكة بس كده صغيرين يسيحوا كده فيها، واربع خمس فصوص حبهان اهو. انا ما بحطش مية مغلية واسقط فيها بقى الفراخ ولا البط ولا الحاجات، انا بحب اشوحها. التشويحة دي يعني بصراحة بتغير في طعم الاكل، جربوها في منتهى الجمال. بدأت المستكة تسيح خلاص، هحط بقى البطة. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة اقول لكم ما تقلقوش خالص من الخيط اللي احنا مخيطين بيه، بتخط يعني بتفك في منتهى السهولة جدا. هنزل عليها بقى بطماطمية كده مقطعة اربع، وبصلاية
انا ما عنديش ورق لورا صحيح، لو عندك حطيه لورا وشويه بهار مشكل وشويه فلفل اسود. طبعا الملح مش هنحطه الا لما تدخل على السوق. انا هسيبها كده شويه وهدي عليها النار وهقلبها وبغلي لها كات الميه. اهو يا جماعه بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، ولا اله الا الله والله اكبر. عطروا لسانكم بذكر الله. بصوا يا جماعه ما عرفتش اقلبها ما شاء الله، هزود بقى الميه اهي سخنه. ما عرفتش اقلبها ما شاء الله، قلت ممكن لما تستوي سنه ممكن تكش سنه او تترى معايا شويه اعرف اقلبها. كده بقى هسيبها تستوي، مش هحط الملح دلوقتي، وكل شويه هدخل اشوفها استوت ولا لا، واما تقرب تبدا تستوي طبعا، ولو احتاجت ميه هزود لها وارجع لكم تاني. وادي يا حبايبي اهي البطه بسم الله ما شاء الله استوت اهي، حطيت لها الملح بس وهشيلها بقى ونكمل مع بعض. وادي البطه اهي طلعتها. عايزه اعرفكم ان التحميره اللي حاصله دي، التحميره اللي انا ما حمرتهاش دي، التشويحه اللي انا اديتها لها في الاول مع المستكه ومعلقه السمنه البلدي، والولاد كلهم قالوا ما تحمرهاش في منتهى الجمال. شايفين واللمعه دي؟ والله ما حمرتها. طبعا انا كنت المفروض هعمل معاها الرقاق باللحمه المفرومه، بصراحه الولاد بقى يعني قالوا لي خلي الرقاق ده لوحده، يا ماما احنا عاوزين فته، احنا المنصوره كلها ودميات عارفين الفته بتاعت الايه، فته الرقاق مش فته العيش اللي زي ما بنعملها في القاهره. فقلت خلاص ماشي، فعملت معاها فته عاديه اهي، فته بالرقاق برده، هنزل لكم الطريقه بتاعتها. والبطه اهي بالهنا والشفا. عايزه اقول لكم بصوا اهو الخيوط اهي، انا حبيت اقصها قدامكم اهي، سهله جدا اهي، ما بتاخدش اي حاجه، سبت لكم واحده بس عشان افكها قدامكم. الخيوط سهله جدا، وعايزه اقول لكم مفيش تسريب للرز ولا اي حاجه، دي بس حتى وانا بشيلها بطلعها من الحله انا اللي مسكتها من هنا، مش مشكله. يلا لو عجبكم ايه يا ريتال، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير، واضغط الجرس عشان يوصلك كل جديد. واو.